دلوقتي مش قاعدين غير مش قاعدين والله تعبانين. انا والاخ رضا، راجل شقيان طول النهار وطالع عينه والله ومشوفش حتى اشوفها، مش قادر يقعد. مالك يا رضا؟ ولا شيء. الف سلام. الله يسلم. تعب، انا عارف الغربة تعب، صح، والشغل تعب مش حاجة، شايفين. الشغل هو حاجة تتعب. والله حتى النهارده والله الواحد طلع عيني في الشطف، اشتفتوا شربنا والله. طب كويس، هم عشان نخلص احسن. اشتفتوا بدري حلو، بس لسه في حد في المجمع؟ في ناس موجود، يلا خير، نروح نلاقيهم بعد ان شاء الله. احنا مستنيين محمود ورضا، قصدي محمود ومين؟ وخلدون. قلنا نروح يجيبوا ايه؟ راح اجيب الزنجر. زنجر وايه تاني؟ بروستود، شاورما. بس احنا عايزين شاورما هناك عند ابو حاتم. شاورما غير وبروستود غير. انت تاكل بروستود؟ لا ناكل زنجر. لا لا ناكل شاورما ولا زنجر. ماشي ماشي ماشي. ما فيش سنترالين الواحد يقدر بقى، مش عارفين نكلم حد. انت مش اذا كنا حاسس كان النقطة تجيب الخط. يا ورحنا الخط يا عم. انا بقول لك هتجيبها، هتجيبها وانت ناسي. اخ محمود مش عارف ناسي ايه، عمال يجري. حد شكله عايز يطلع. صف صف. ها؟ صف؟ اه حد صف. حد هيطلع؟ اللي قدامنا. دير بالك يا رب. اهلا. شوف اخو العايفه ده. انت بترجع ليه؟ ايوه طلع الراجل. راح فين؟ ما رجعتش زي ما انت ليه؟ لا ده مش عارف. خلي بالك في السياره. طريق ايه ده؟ عطل بس كده. اصبر يا عبد الله بس. تعرفش السوق بتسوق ليه؟ يا راجل تعلمي بس، احنا جايبين الناس نعلمها هنا. صح والله العظيم يا رب. ليه ده هسوي؟ ايه ده يا عبد الله بس؟ بس خايف انا اتلخبط. اخ محمود شفناه طبعا هو بيرجع السياره، ده راجل سواق محترف. ويسوق ال WWE. بنفس شمخر في السباقات الرالي. الله يعطينا ويعطيك يا ام، الله يعطينا ويعطيك. معك فوطة؟ الله يفرط. بدي تعمل الزجاج. الزجاج ما بينزلش. الزجاج ما بينزلش. هذا الدور. روح الله يسلمك. أنا نوعك يا رب. جات في الكاميرا؟ ثلاثة في الكاميرا. رضا فين ده؟ هشام ده؟ ايه؟ هشام؟ مين هشام؟ متعرفش حد اسمه هشام؟ لا. شوف الأخ اللي قعد ده؟ شافه؟ شايف. شفت هشام اللي هو كان بيجي بيمثل؟ لا. لا شفتوش. اللي كان بيقول وزة بيضة. وزة بيضة حلو. ايوه هو ده. اسمه هشام. ايه شو قاعد ايه؟ قاعد يعمل حاجات وحش. هو مريض والله، عنده بله مغول. عنده ايه؟ بله مغولي، مرض اسمه بله مغول. كل يوم كده ما شبه بعض على طول، كلهم شبه بعض. ايه ده؟ يا رضا ده 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 ما ليه طلع لسانه بطريقه وحشه؟ معلومش عتب.
نقول داخلين الجنة بدون حساب. والله يا بختهم دول. طب سؤال الأخر ده، انت دلوقتي ليك في الأردن 4 سنين. 4 سنين قبل ما تيجي الأردن كنت شغال فين؟ شغال في سوبر ماركت. سوبر ماركت في القاهرة؟ فين في القاهرة؟ في اكتوبر. والله ساكن الصباط. اكتوبر في نادي الرماية يعني، في البابا الأولى. في اكتوبر الرماية مش في اكتوبر، الرماية في القاهرة. احنا البابا الأولى. طب ايه وده اكتوبر؟ البابا الأولى. كنت فاتح محل دجاج هناك. بتتكلم عن المحل بتاعكم؟ بقول لك قبل ما تيجي كنت شغال فين؟ كنت شغال في سوبر ماركت، ويعني فتحنا كذا فرع. كذا فرع. بس الرئيس كان فين؟ الرئيس في رماي. طب اقول لك على حاجة. دلوقتي انت بتقول لك 4 سنين في الاردن. بصراحة بصراحة بصراحة. ايه رأيك في السفر يعني عموما؟ مش في الاردن، الاردن انت بلد كويسة جدا يعني غير اي بلد تاني. مش عايز يعني اخد رايك في الاردن، لا اخد رايك في السفر عموما يعني. والله انا بالنسبه لي، انا السفر بالنسبه لي حلو كتير يعني. ومش عايز اروح مصر، بقى 4 سنين وعايش هنا ومرتاح وكويس. كويس. طب انت يعني حسيت ان السفر بالنسبه لك يعني السفر حلو افضل من مصر؟ اكيد طبعا. انت بتيجي هنا بتشتغل، بتحوش، تعمل مستقبل كده، غير في مصر اللي بتجيبهم بتصرفهم، بتطلع مع اصحابك، الكلام ده كله. هي افضل من مصر؟ بجد؟ لا والله. انت اشتغلت كم سنه يعني في مصر؟ انا وجدت في مصر ما كنتش اعمل حاجه. اشتغلت كم سنه في مصر؟ اشتغلت كتير يعني بتاع 10 سنين. لما سافرت القاهره كان عندك كم سنه؟ كان عندي بتاع 9، لا بتاع 11 سنه 12 سنه. لا والله. اكيد طبعا في الشباك. كنت في كم سنه دول ما عملتش حاجه؟ كم سنة عملت ايه؟ لا عملت شقة. بعدين عشان الاخ محمود اقتحم علينا اللقاء. نرجع تاني لقاءنا مع الاستاذ رضا. طب ما تعرفش على رضا؟ اسمك الثلاثي؟ لا بلاش اسم الثلاثي. خلاص بلاش اسم الثلاثي. اسمه رضا احمد اصلا، بس بلاش اسم الثلاثي. نعم. عشان راجل مطلوب ابني يعني. صح. على اي حكم بلاد؟ اتلو يا عم ابو عبد الله. كنت اسالك سؤال نسيتي خلاص. كنت عايزين نتعرف عليك، قلت لي اسم رضا احمد. طب رضا احمد عندك كم سنه؟ 22 سنة. 22 سنة. جاي وانا عندي 18 سنة الأردن. والله. والله. يعني انت طلعت بطاقة، طلعت الباسبور. وجيت. جيت على هنا على طول. على طول. رضا أحمد 18 سنة. متزوج؟ لا. خطيب؟ ان شاء الله جاية في السكة. عندك أولاد؟ لا المرة ابني. أنا بقول لك خطيب. معلش. خاطر اجيب. الحياه الاجتماعيه قلنا خاطب. انت خاطب بجد ولا خليني في؟ لا انا لسه جاي خطيبتي يعني لسه هخطب. عبد الله احنا مش هنقعد، احنا نروح على السكن عشان اجيب الاكل من علي، ورضا يجيب الراوتر بتاعه اللي مش عارف هيجيبه ايه. تمام. هتكون الساعه يا دوب 8 وشويه، نسكر المجمع ونقوم طالعين. تمام. اوبشن. بس انا كنت قاعد احب والله في حبيبتي اللي انا هخطبها دي. قاعد تحب في حبيبتك انت هتخطبها؟ حقيقي؟ ممكن نعرف. الساعة 5 قاعدين في السهرة يا جدعان. ممكن نعرف. ولسه كمان. انتوا قاعدين في السهرة ليه ما تفتحوش يا استاذ عبد الله؟ افتح افتح. عشان الصوت. يعني انت مش عايز الصوت؟ الصوت الخارجي بس بيأثر. بس هو على اليوتيوب يا عم ابو بطل. هو على اليوتيوب. تطلع تاني؟ وعليكم. ها؟
طفاك؟ اه قفل؟ بتقول خاطب رضا؟ مخطط لحياتك يا رضا ان شاء الله في المستقبل؟ ان شاء الله اللي جاي احلى واللي جاي كده. ما انا عارف ان شاء الله اللي جاي احلى باذن الله يعني، والحياه تتظبط باذن الله. ان شاء الله اول حاجه هعملها افتح محل عطاره. محل عطاره ان شاء الله. انت فين في عطاره؟ انت كنت شغال دكتور في سوبر ماركت؟ تمام. بس ليه وجهة نظر على العطارة وكده، وجوز اختي بيسافر اسوان وكده، كان عاملين شرطة وبيعرف العطارة وكده وبيجي اسوان. هو بيسافر اسوان وكان عاملين شرطة في اسوان، وكان بيجيب دايما عطارة وكده. في اسوان رخيصة رخيصة. هو اللي حملها بقى في دماغه كده. ان شاء الله يعني بس نروح كده بالسلامة، ربنا يحش الغمة دي اللي علينا ويبعد كورونا، ربنا يشفي المصابين بيها. اهم حاجة اليوتيوب؟ لا ولا نزل عليها ولا على حاجة خالص. ايوه خالص اتفرج. يا تنزلها والله؟ لا ما تجيش. صاحبك هيشوفها. صاحب مين؟ مين؟ ديك خلاص. استنى اعمل ستوب عشان يقول لي. ان شاء الله ناوي زي ما قلت له تعمل مشروع اللي هو محل عطار ان شاء الله. انا لميت الورقة بتاعت الايك. طب هو يعني؟ ما الدور مش لاقيين الدور. قول يا عم نسيتها او وقعت. يا نهار اسواح. يا اخي محمود وقع الورقة بتاعت الدور اهو وعمال يدور عليها. طب ندور له عليها فين هنا؟ وال مش هناكل يعني؟ نرجع تاني للقاء بعد الفاصل الاعلاني البسيط ده. ان شاء الله انت المشروع تعمله عطار. ان شاء الله. عندك طبعا مجهز سكن عشان الجواز و... شقتي جاهزه وكل حاجه ومسرمكه وكل شيء. سيراميك يعني؟ سيراميك. ارضيه سيراميك. انا شفت ارضيه ما شاء الله جميله، ومطبخ وحمام تمام. ناقصين بس على العروسه هي تعزوها هي تفريش. اكيد تمام. وال ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. ناوي تطول هنا في الاردن ولا؟ ان شاء الله سنه كده تاني او اقل من سنه ان شاء الله. انا ان شاء الله عن نفسي ناوي ان شاء الله انزل على ايد الكبير ده اللي بعد. نحن ان شاء الله ممكن نكون قبل او بعد لسه. مش مقرر. مش مقرر. سيبها كده يا جماعه والله. وان شاء الله ناوي تنزل نزول مع عودة ولا نزول بس؟ لا نزول وهاج تاني. بس رجع تاني؟ خير ان شاء الله. خير صدامك رمضان فعلا. نعلي الصوت شوية عشان في ناس بتقول الصوت مش واصل. لا لا الصوت واصل. ان شاء الله ناوي تاخد اجازة. اجازة وهاجي تاني ان شاء الله. طب انت شغال ايه في الاردن مثلا؟ ما سألتكش السؤال ده صحيح. لا ده اسرار. اسرار؟ اليوتيوب. اليوتيوب هيشيلها يعني؟ هياخد عليها حظ؟ خلاص هو راجل شغال شغلانه محترمه وبيقبض راتب كويس يعني. الراتب اللي هو بيقبضه هنا ممكن ان شاء الله يقدر يعيشه في مصر زي الفل يعني، اذا اتجوز وعنده بيت واسره. نكمل لقاء فاصل ونرجع لكم تاني عشان في ناس دخل علينا الاستوديو. دخلوا الاستوديو مش عارف ليه. نكمل لقاء بعد شويه.